أخرى خصكم التجديد في جوان 2017 وبالتالي كنكونوا فتنا الوضع القانونية ديال التجديد ديالنا بالنسبة لهذه الجامعة ديالنا. المفروض أو شنو المتعارف عليه هو أن أعطى كلمة للرفاق ديالنا من المكتب المركزي، كاين الرئيس ديال المكتب المركزي رفيق الهايش وكاين رفيق المرش، بالتالي غادي يتم القراءة ديال التقرير الأدبي والتقرير المالي وغادي يتم المصادقة عليه، مورا غادي يتم هذا تقديم استقالة ديال المكتب الحالي وغادي يتم ترشيح اللجنة ديال بيتو تعيين أو ترشيح اللجنة ديال الرئاسة اللي غادي تتكلف بالمهمة ديال انتخاب المكتب الجديد إلى حين هذا الانتخاب المكتب الجديد. وبالتالي دابا كنعطي الكلمة للرفيق الهايش طلبة الجماهيرية العمل ديالها الحقوقي واللي كتعتبر بأن حقوق الإنسان ماشي هو عمل ديال النخبة، وإنما حقوق الإنسان ما يمكن لها تحقق إلا إذا أوعوا بها جميع المواطنين والمواطنات وتركوا القيمة ديالها وصبحوا هما بنفسهم كيدافعوا على هذه الحقوق وعلى هذه الحرية. وايضا انتم كتعرفوا بان الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هي من الجمعيات اللي كتعمل على جوج ديال المستويات، المستوى ديال حمايه حقوق الانسان اي الوقوف الى جانب ضحايا الانتهاكات ومؤازرتهم والعمل الى جانبهم من اجل ان يتمتعوا بكافة حقوقهم، وله أيضا أنها تعمل من أجل نشر تقارير وبيانات والقيام بتحقيقات حول واقع حقوق الإنسان سواء في المغرب أو في المناطق التي نتوفر فيها بها على فروع. أيضا أن الجمعية كتصدر واحد التقرير سنوي اللي كتحاول فيه تشخص الوضعية ديال هاد الحقوق سواء على مستوى الانتهاكات أو على مستوى ما تم إنجازه إن كان هناك من منجز، على مستوى ديال التشريع، على مستوى البناء المؤسساتي اللي كيحمي حقوق الإنسان. أن الجمعية أيضا كتدير تقارير موازية اللي كتقدم بها أمام لجان ديال الاتفاقيات والمعاهدات ديال الامم المتحده، سواء كانت هذه اللجان اللي كتهم الحقوق المدنيه والسياسيه او الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه او حقوق المراه او حقوق الطفل او حقوق المهاجرين او حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه او حتى الاتفاقيات العامه مثل الاتفاقيات ديال القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها من ذلك. ايضا انها كتحضر وايضا كتوضع تقريرها امام مجلس حقوق الانسان اللي كينظر في ما يسمى بالتقارير الحكوميه الخاصه بما يسمى بالاستعراض الدولي الشعبي، هذا في مجال قلنا ديال الحمايه ديال حقوق الانسان. ولكن ايضا الجمعيه عملت ولا زالت من اجل النهوض باوضاع وبثقافه حقوق الانسان في بلادنا، ولهذا الغرض فالجمعيه كانت عندها برامج كبيره وواسعه اللي حاولت من خلالها انها تمس واحد الشرائح كبيره من المواطنين والمواطنات باش انهم يعرفوا شنو هي حقوق الانسان وكيفاش انهم يعملوا من اجل التمتع بها ومن اجل نشرها والتوعيه بها. المغرب كما كتعرفوا كيمر اليوم واحد المنعطف، الى ما بغيناش نقولوا واحد النفق اللي ما كتبانش شنو هي الافاق ديالو. باش ما نعقدش عليكم الامور يمكننا نتوقفوا عند كيفيه التعامل ديال الدوله المغربيه مع المطالب ديال المواطنين والمواطنات كما يمكن تابعتوها سواء عبر احتجاجات ديال حراك الريف او الاحتجاجات اللي عرفتها مناطق اخرى وما اكثرها، كما مثلا زاكولا ما سمي بمسيره او احتجاجات العطش
أو أخيرا ما كتعرفوا المنطقة ديال جرادة من مسيرات ومن احتجاجات بدأت مع ما يسمى بالاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء لتتعمق وتتسع مع الوفاة ديال جوج ديال المواطنين والمواطنات في إحدى الآبار ديال استخراج ديال الفحم الحجري. هو واقع كيعكس أن المغرب كيعيش واحد الوضعية اقتصادية واجتماعية وبيئية جد صعبة، والدولة ما قداش وما باغياش أنها تقدم واحد التصور لكيفية معالجة هذه الأزمة وأن تضع البدائل الضرورية لحماية المواطنين من كل الأسباب التي تؤدي إلى الهشاشة، إلى التفقير، إلى التهميش، إلى عدم التمتع بكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الزكاة اللائق وغيرها وغير إلى غير ذلك. دولة ما في خياراتها في سياستها ما كتعطيش أهمية وما كتوليش عناية كبيرة لهذا الحقوق، وهو اللي كينعكس طريقة ديال التعامل ديالها مع الاحتجاجات ديال المواطنين والمواطنات وأيضا حتى ديال الفئات، لأن كنشوفوا الفئات المواطنين في جميع أنواعهم، كنشوفوا مثلا الفئات ديال العمال، الفئات ديال الموظفين من مختلف أسلاك ديال الوظيفة العمومية اللي كيحتجوا اللي كيقوموا بإضرابات، ولكن لا يوجد هناك أي تجاوب إيجابي مع هذه الدولة مع كل هذه الحركات وكل هذه الاحتجاجات وكل هذه الإضرابات. الطريقة اللي كتدبر بها الدولة الملف ديال حقوق الإنسان بشكل عام هي طريقة خصوصا الاحتجاجات والتظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم وكلها كتواجهها كما قلنا في واحد سياسة أمنية القوان ديالها واستعمال القمع واستعمال التضييق وغيره، وهذا ما يضرب من جهة أخرى ما يضرب الحقوق المدنية والسياسية. إذن من المؤكد أن النعيش هو رتبته ووجود صدارة هذه العملية ديال التصدي للتراجعات وللوضعية المتأزمة التي تعرفها حقوق الإنسان في بلادنا. إذن ما غاديش نطول عليكم لأن ما جايينش باش نديرو عرض، جايين باش نديرو محطة تنظيمية اللي كنتمناو أنها تكلل بالنجاح وتتم في أحسن الظروف وأحسن الأحوال، وغادي نكمل نعاود نرد لك الكلمات اللي كاينين. كيف المتابعة ديال الجمعية واللي هي عبارة على خروقات اللي كتنتهك في الشمولية ديال الحقوق، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وكاين حتى السياسية، من بينها كان الملف ديال الرفيقة وفاء شرف المرتحلة السياسية اللي كان تاع المكتب ديال الفرع من واحد المبادرة من واحد المراسلة المندوبية ديال السجون من أجل الزيارة ديالنا، كان واحد مجموعة ديال الملفات اللي شفتو هاد الحق في السكن في الأراضي السلالية اللي كان انطلاقا من ساكنة الدوار بدوار الشجرة، كاينة بالنسبة للملف ديال الساكنة ديال حي الفات، كاينة الطلبة ديال الساكنة ديال حي الزيتا، كاين الملف ديال حجرة ديال الكورنا ديال أربع العياشة، كاين ملف ساكنة في سوق الصغير، كاين ملف ساكنة في بغداد بغدا، كاين ملف ساكنة في حي الناظور، كاين الملفات ديال نحاول معاها كنصدر لأن بالتالي هي جات على حساب الرأس ديالها على حساب التاريخ اللي تم تبنيها منذ فبراير 21 فبراير 2016، وبالتالي
كانت اللي تسوت مع هذه المفات هذا اللي تسوت وكان لي دابا هي قدرت تسافر وكان ملفات اللي تم حفظها كذلك كاين كان تم المتابعه ديال الملف ديال الشهيده ديال الفرع ربيعة الزيادي اللي كانت تم اختطافها والتعذيب ديالها اللي ادى الى الموت كانت الملف ديال المدنيات ديالنا كان ديال عمال شركه سوناتو سوتانو كان ملف حول القمع الحريه العامه كان ملف كان ديال البحاره كان ملف ديال شنو سميتو ديال الحريه العامه اللي كان في اللي كيجسد كان في الروائي المناضل عادل اوتنيل وكان ديال هذا ديال صاحب كان المهداوي وكانت الملف كذلك ديال بعض المواقع الالكترونيه اللي كان تم متابعه ديالها كان موقع بلادي كان بلادي انفو كان موقع لاغاش نيوز كان ملفات كذلك ديال حق الصحه اللي بالتالي كان كانت واحد شنو سميتو خاص بالقسم ديال الولادات اللي كان تم مراسله ديال وزير الصحه ومراسله ديال منظور الصحه والعامين وكان تتحدى واحد وقفه تنفيذيه في هذا الاطار هذا كان ملفات كذلك محاولة الوصول للاذاعه وكان بين الملفات هو ديال الاذاعه القانونيه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وبالتالي هاد الولايه هذه اللي سبقت ما كانتش تعطى لنا الاذاعه القانونيه وبالتالي كنا عملنا واحد وقفه احتجاجيه تنفيذيه على هذه المساله هذه وكان كذلك حول السجن المدني بالعرابيش كان ملف ديال ساكنة عين الشو ديال الملف ديال ساكنة حي النزاه الملف ديال السوق النموذجي جنا فرانسيس كان ملف ديال عمال شركة سيراميكا ملف ديال قسم أنشطة بالبشوية والعمالة بالتالي كان الخط هو عدم تأشيع على المراسلات ومنح وصل للاستلام بالتالي كان المراسلات ديال وزارة الداخلية والمسؤول العامل في الموضوع كذلك كان ملف ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في العرائش اللي تشجل عليها الزبونية والمحسوبية في مباراة التوظيف وسيادة الرشوة في المسألة هذه وكانت مراسلة ديال مدير الوكالة ومراسلة ديال العامل الإقليمي وكانت مراسلة ديال وزير الداخلية المهم واحد مجموعة ديال الملفات ثاني اللي بغاها راهو نعملوا له فوتوكوبي ونعطيوها له وكانت ثاني في إطار النهوض والإشعاع بثقافة حقوق الإنسان كذلك الفار كان له مجموعة ديال الأنشطة اللي كانت عبارة عن أنشطة بتنسيقات مع الإطارات الحقوقية اللي كتشتغل في نفس الميدان وكذلك كانت أنشطة نضالية وقفات إنجابية وكانت أنشطة إشاعية وكانت أنشطة تنظيمية دونك أنشطة إشاعية اللي كانت تنظيم الندوة الوطنية بعنوان استقلالية القضاء والاعتقال السياسي نموذجا كان في ميت كان تنظم هنا بالمشاركه ديال مجموعه الاطارات الحقوقيه كذلك بالنسبه كانت دارت واحد ندوه صحفيه حول الحقيقه في مقتل الشهيده ربيعه الزيادي وكانت مشاركه في القافله المحليه للتضامن مع الصحفي حامد المهداوي كذلك بالنسبه للانشطه التنظيميه المسائل دونك فيما يخص المؤتمر الوطني 11 اللي كان دار في ابريل 2016 بالرباط بالبوزنيقه كذلك بالنسبه للقاءات الجهويه اللي دارت في طنجه كذلك بالنسبه للمجالس الوطنيه اللي دارت في الرباط واحد المجموعه ديال الانشطه اللي فعلا كان مكتب الفرح حضر في هاد جميع المحطات النظاميه الاشاعيه في متابعة ديالاش هذه الأولانية خمسون دابا هذه البطاقة اللي كانت 50 درهم ديالاش واش كتجيو تعمروا بينا جا من العام؟ إذا سامي كيكون جا من العام عاد كتعيطوا لنا
ما عندها حتى شي فائده. هذه الاولانيه ندوات فين وندوات لقيتي ندوات فين وما اشاعات ديال حقوق الاسفين ديال هذا المكسب هذا ما عمل حتى شي حاجه. هذا المكسب ديال هاد السنتين اخرتين راه ما كان حتى حاجه، ما كانوا الصراعات الخويه هما اللي كانوا، وخدمة ما كانتش تكون بصدق وصراحه خدمة ما كانتش. لا كنتو كتبعوا شي ملفات او لا شي حاجه غير طرف المكتب المحلي فرض هو اللي كيطلع على الملفات، اما المنخرطين لا فائده لهم وجودهم. ما يخص المحاضره الاولى في التقرير الشكل ديالو زعما كيبان لي تطور وزوين، علاش دابش تشوفوا ديال الجدول والموضوع وشويه بريسي ماشي ديكشي ديال الهضره الهضره يعني شويه تقني مزيون، الا انه في المحتوى ديالو يعني في الموضوع ديالو كيعرف مجموعه ديال الملاحظات. بدا باللائحه ديال الحضور كنشوف بعدا المعدل ديال الحضور اللي فات 30 تقريبا 4 من اصل 11، 4 الناس اللي فاتوا 30 من اصل 11، الا قلنا 30 من اصل 37 في الاجتماع اللي دارونا عندنا 5، وهذا كيبين لنا واحد الخلل تنظيمي في الاجتماعات هذا. وهذه ملاحظه اللي خصنا نقراو لشي اللي طالبوا اللي داروا من المكتب ديال الجمهور هذا من جهه، واللي كيزيد يزكي هذا الخلل التنظيمي هو ان الرئيسه قرات التقرير وقالت لنا كاين شي اضافه من المكتب، بمعنى التقرير هو هذا المكتب كل شافي وكافي، يا اما تقرير باش نمشيو للمكتب كامل، يا اما اخوان عندهم شي حاجه اخرى. وبالمناسبه معنا الاخوان ديال 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 المكتب الوطني للجمعيه المغربيه، واش الفرع ديال العريش توصلتو بشي تقرير ديال شهيده ديال الفرع ديال الجمعيه الفرع ديال العريش؟ شهيده ديال جمعيه حقوق الانسان، هذه شي شويه تطرح هذا السؤال. وجا كما شفنا ان التنظيم الوطني هضر على الشهيده ديال الفرع حقوق الانسان العريش، وهذا سؤال. مساله اخرى بعض الاشياء لان كنقولوا الجمعيه المغربيه الحقوق الانسان فرع العريش، بمعنى كاين فروع تنظيميه في جماعات سواء جماعات قرويه ولا حضاريه. هنا كنصوبوا بعض القضايا اللي تجاوزت 40 تجاوزت العرايش، اما هذا فرع اقليمي الحق يدخل في الانكام او خصو ينسق مع الفروع الاخرى الاقليميه. وهنا عادي نرجع للملفات ديال مثلا ديال مجموعه ديال الدوار داوا الشجره كان خارج هذا مزيان نكونوا نسقنا مع الفرع تما او اللجنه التحضيريه تما او الجمعيات اللي تما ونديروا تنسيق مع وبالتالي ولينا حنا داخل المدينه كنعرفوا فصل جوج ديال الفصائل داخل الجمعيه متناقضين، وهذا ما من عكس بشكل سلبي على الاداء التنظيمي وعلى الاداء النضالي ديال الجمعيه المغربيه على المستوى المحلي. تحيه. تحيه لكم بكفاحهم هما اللي يقدروا يحاولوا يدبروا هذه المرحله هذه، وبالتالي اللي يخلي حتى الصدى ديال الجمعيه تعيش الى اخر مدى، دونك المصلحه ديال الجمعيه كان فوق اي اعتبار. وكندور كنحيي هنا رفاق كاملين ورفيقات على اساس هذيك الدله نديروها، دونك في السيره اللي كنا كنخوضوا مع بعضياتنا الهدف وكان هو المصلحه العامه ديال الجمعيه قدينا ندبروا الى حد ما، بالتالي واحد المرحله اللي هذا. والدليل هو هذه الجمعه التجديديه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وبالتالي كنعطيو الفرصه عاودني المكتب اللي ماشي لدبار المرحله، الهدف هذا الشيء هو الاستمراريه، دونك ايجابيتها وسلبيتها. بالتالي كذلك ماشي اول مره كنعيشوا هذا الوضع هذا التنظيمي، حتى الخطوات الاخرى كان فعلا واحد مجموعه ديال المؤاخذات على الجمعيه ان ما قديناش اننا نتابع واحد مجموعه ديال الملفات ديال انتهاكات حقوق الانسان على المستوى ديال الفرع وهذا، وبالتالي دائما كاينه اجابه في هذا الشيء هذا، لان موقعنا دائما الموقع النضالي التطوعي والطبيعه ديال المناضلين اللي كيتحملوا مسؤوليتهم كعندهم مسؤوليه اخرى زعما تميت في الشغل ديالهم في الدار ديالهم في المهام هذا ما يمكنش يغطيو ويجردوا ولا يتابعوا الملفات كامله، دائما كيكون هذا الخصص، وبالتالي دائما كيكون الالحاح على اللجان الوظيفيه تكون فعلا داخل الفرع واللي هي خصها على الاقل تحمل هي مسؤوليتها هنايا. ثانيا انا كنرجع دائما لابد دائما في الجامعه كنرجع كاملين بنا منخرطين ومنخرطات ديال الجمعيه في اطار التتبع كاملين مسؤولين على على شنو سميتو اننا نرصدوا ونتابعوا ونديروا التقارير، لان ما كنجيوش غير الجامعه عن هذا كما قال لينا، دونك حتى
تادينا لها مسؤوله على المنخرطه ومسؤوله يعني مره مره تهي تسول. والثاني دونك كيف الاخوان والاخوات كاملين هنا كنقول الاخوان والاخوات وقتاش الرفاق والرفيقات. والثاني من المطلق ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان دائما حنا عندنا الحريه ديال التعبير وهذا ولان كنقول حنا هذا التضامن المؤازره هذا حق فيتو واجب علينا وحق المنخرطين بالتالي وحق اي الجماهير كامله دونك ماشي غير المنخرطين ديال الجمعيات. دونك كيبقى دائما هالملف هو زعما كنتبناوه من دابا ديال الجمعيه وتبعدت.